بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الأمل، صباح السعادة. أملنا هي حياتنا، الأمل والآمال، الحب، آمال السعادة، آمال كل حاجة جميلة في الحياة. لازم نكون عندنا أمل وآمال كتير عشان نقدر نحقق حياتنا. أهلا بكم مرحبا في حلقة جديدة من برنامج نص صحة مشكل في قناة الصحة والجمال. بإذن الله النهاردة الحلقة بتاعتنا هتكون بعنوان الغذاء والطفل. هنتكلم على كل حاجة تخص الطفل وكل حاجة تخص الغذاء، سواء تخزينه أو تغذية العلاجية أو كيفية تخزينه والحفاظ على الغذاء بكامل طاقته الحيوية وبكامل الفايدة الغذائية الكاملة ليه. طبعا النهاردة معانا ضيفة عزيزة علينا، هتكون مفاجأة الحلقة. طبعا هنبدأ الأول حاجة مع عرض الصور والفيديوهات مع الأستاذة رانيا مصطفى، أخصائي تنمية مهارات ومدرس تأسيس وعضو مدرب معتمد من أكاديمية الطليعة. صباح الخير يا دكتور رانيا. صباح النور يا دكتور. ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. حلقتك المرة اللي فاتت كانت قوية جدا وجالنا أسئلة كتيرة جدا يا دكتور في التخصص بتاع حضرتك والإرشاد السلوكي وتنمية المهارات. الحمد لله. والله يا دكتور عايزة بس أوجه كلمة للمشاهدين وللمام اللي شجعتني، وألف شكر. وكل الأسئلة إن شاء الله اللي أنت سألتوها إن شاء الله هرد عليها النهاردة، وبشجع كل أم بتشتغل مع ابنها. بجد شابو ليكوا وألف شكر لتشجيعكم ليا. وبستأذنك يا دكتور محمد بس هرد على الأسئلة اللي جات لي. اتفضلي يا فندم. أنا طبعا جمعت الأسئلة كلها في كام سؤال لأنها كانت كثيرة جدا. أول سؤال جالي، ابني عنده سنة ونص وشقي جدا، هو كده عنده فرط حركة؟ لا، هو كده ما عندهش فرط حركة. احنا عايزين بس نتفق على حاجة عشان الأم تكون عارفاها، من سنة ونص لثلاث سنين ما فيش حاجة اسمها فرط حركة. جميل. ده طبيعة الطفل، من سنة ونص لثلاث سنين هو لازم يجري ويلعب بيطلع الطاقة اللي جواه. يعني يا دكتور ده طبيعي، لو هو اصلا ما عملش كده ما يبقاش طبيعي. لازم يمسك ازازة المية ويدلقها ويجري ويفتح في الادراج ويفتش، لان هو الطبيعة بيكتشف. فنبقى متفقين على نقطة مع بعض ان من سنة ونص لثلاث سنين ما فيش حاجة اسمها فرط حركة، ده طفل طبيعي. اللي مش طبيعي بقى ان هو ما يعملش الحاجات دي. تاني يعني سؤال، يعني الام تقلق لو الطفل ما عملش الحركات اللي هي اللي زي ما بيقولوا بيكون شقي شويه، ده الام تقلق عليه وتوديه لدكتور؟ طبعا. من سن لغايه سن كام يا دكتور؟ من سنه ونص لثلاث سنين. جميل. دي عشان بس نقطه انكم متفقين عليها، لان السؤال ده جالي كتير جدا، يعني ضمته كله في سؤال واحد. طيب تاني سؤال جالي، ابني ذكي جدا وعنده فرط حركه. فعلا الطفل اللي بيبقى عنده فرط حركه بيبقى عنده ذكاء، مش معنى ان هو ذكي ما يبقاش عنده فرط حركه، ده بالعكس، ده من مواصفات فرط الحركة ان هو بيكون ذكي. ازاي بقى يا دكتور؟ هي مواصفاته كده، يعني الدراسات اكدت ان اغلب كل اللي عندهم فرط حركة بيبقى ذكي جدا، بيبقى ذكي جدا، ممكن يعمل حاجات انت ما تتوقعهاش، هو بيكون ذكي. ثالث سؤال جالي، النسيان واسبابه. طبعا النسيان بيلازم فرط الحركة. اسباب النسيان طبعا كتيرة جدا، اهمها ان لازم الطفل ينام بدري، لازم النوم طبعا ده طبيعي حتى عشان الطفل غذائيا وصحيا كمان وسلوكيا، لان في هرمون بيتفرز قبل الساعه 12، لو سبحان الله لو جه اتفرز وهو صاحي ما بيتفرز، فطبعا ده يوم على يوم على يوم، فالطفل بيبتدى الذاكره بتاعته بتضعف ودي مشكله. اعالج بقى النسيان ازاي؟ وسوري، النسيان ده صفه في فرط الحركه، اللي هو الطفل مثلا ممكن تديله قلم احطه على التيبل، يحطه ارجع هاته ينسى، يقعد يلف حوالين نفسه بينسى يحط القلم فين او الحاجه اللي او اي حاجه فيه. اي حاجه نسي جدا بطبعه، دي طبع فرط الحركه. ودي اكتر اسئله جات لي الحلقه اللي فاتت، وانا بشكر كل الكلام الحلو، ربنا يبارك لكم يا رب على البرنامج، وبيشجعونا بجد والله. الحمد لله. الحمد لله. حضرتك انت عامله انشطه كويسه جدا في الفيديو او في الاكاديميه عند حضرتك وعلى الصور. الانشطه دي يعني قيمتها ايه او تشتغل فيها ازاي؟ اول حاجه بس انا كنا هنعرض صور، يعني ان شاء الله الصور ديت بنتكلم عن انواع الخطوط دي. جميل. بدايه فقرتنا، وهي اول ماسكه قلم اللي هي دي كده يا استاذه حرانيه.
لا ده الفيديو. ده فيديو برضك، دي شغل تنمية مهارات انا بعمله عندي يوميا تقريبا في الأكاديمية. شغل عالي قوي. لان هو ليه كذا فايدة. اولا انا ممكن اشتغل معاك كولرز، النمبرز، الليدرز، وبرضك بيدخل الليدرز او النمبر على حسب بقى التمرين اللي احنا بندهوله على الاكسرسايز بتاعنا. يدخل برضك في الحبل. ده النشاط ده بقى بالفعل عملناه قدام الساده المشاهدين تمام. لما جبنا المكرونه ودخلناها في لما قلب. عملنا المباشر، لما عملناه على الهواء مباشرة. ده عملناه مباشر بالفعل. هما كده بيعملوا ايه يا دكتور؟ ده كنت ساعتها بقول لهم على الكولرز، بيتعلموا الالوان. يعني مثلا سي اقول له فين اليلو، يقوم مدخل يطلع بقى كذا شكل منه. والنشاط ده ليه برضك حاجه تاني، يعني ايضا ليه حاجه تاني بنستفيد منها، ان هو بنثبت عنده المعلومه. لو انا مدياله ليدرز جديد او مدياله نمبرز جديد، بطبق معاه بالنشاط ده. تمام. يعني نشوف الفيديو التاني كده يا دكتور، كان هنا بيعملوا ايه؟ ده الانيمالز، الحيوانات. انا بقول لهم الاسم يعني عشان نحفظهم. بتسيبي الحيوانات داخل بوكس داخل وبتديهم بوكس البوكس، فاضي، والبوكس التاني يشيلوا يحطوا فيه. بتطلبي منهم اسم حيوان معين باسم الحيوان معين، ولا هم اللي بيجيبوا الحيوان لا يقول لك انا اللي اسمه؟ بقول، انا اللي بقول لهم مثلا هات الاليفنت، يطلع الاليفنت ويحطها في الباسكت التاني. ده برضك بيبقى ليه حاجتين. اولا طبعا ان هم بيلعبوا، ودي احسن طريقة للتعليم بجد والله العظيم. انا طب باجي معلش يعني يا دكتور، انا شايف حضرتك الحصيله اللغويه، هل في الاطفال هناك الحصيله اللغويه بتاعتهم انجليش ولا عربي وانجليش؟ لا انجليش وعربي، يعني الاثنين مع بعض. الاتنين مع بعض تمام. يعني، دخل مصطلحات في الكلام بيعرفوها وكده. كده احنا شغالين بالجوليفونكس، فطبيعي ان هو لازم الجوليفونكس يعرف لازم دخلي. حصيلة ما اقصد كلمات اللي انا كتيرة عايز اوصل جدا. بالظبط. ده بيكتسب لغة، هو طبعا مش هيكتبها ولا كده، بيبقى اورال بس، ان هو يعرف مثلا القلم الرصاص اسمه ايه وهكذا. البدائيات، بمعنى بقى البدائيات الاساسيات اللي اللي هو هي التاسيس زي ما حضرتك ما بتعملي، اللي هو تاسيس ان انا الطفل. بأسس. طبعا شغل تنمية المهارات ده تمام. شغل مفيد جدا. في فيديو تالت كده منص عليه، هو هنا بيعملوا ايه يا دكتور؟ نفس الفكرة برضك، اللي هي الانيمالز برضك، بنشيل من الباسكت ونحط في الباسكت تاني. انا بقول طبعا، بقول الاسم. الاسم، بقول صوتك الليدرز باين. بتاع بقول الليدرز، وهم بيشيلوا ويحطوا. طبعا ده بقى اولا بيقوي الذاكرة، وما بيخلهمش ينسوا الحاجة، خلاص ادام طبقناها عملي. تالت حاجة بنقوي عضلات الايد. بس من الواضح يا استاذه رانيا ان حضرتك يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يزيدك يا رب، مجهزه الحضانه بتاعتك تجهيز كويس جدا. الحمد لله. بصراحة هي مش حضانتي انا لوحدي، حضانة انا شريكة فيها مع الحاج ممدوح سيد، وانا بوجه له برضك رسالة شكر، لان بجد هو عمل الحضانة دي بحب بقى. لا جميله، هو التجهيز ربنا فيها الله يبارك له اكبر، بجد ربنا يا رب. يبارك له يا رب، التجهيز فيها ممتاز جدا. نشوف انواع الخطوط في الصور اللي مع حضرتك، اللي هي انواع الخطوط. نتكلم بقى عن موضوع انواع الخطوط، ده مهم جدا. دي بداية مسكة اول قلم، اول مسكة قلم خطوط. مثلا الخط ده يا دكتور، ده كيرف لاين، ده خط منحني بيمشي الطفل عليه. دي اللي هو المبادره بتاعت حضرتك، اللي هو اول مسكه قلم ديت عشان نعلم الطفل ازاي يمسك قلم ويمشي على الخط. بالظبط كده يا دكتور، وهي دي اساسيات القبل الاكاديمي. انا ما ينفعش اشتغل مع طفل وامسكه ورقه وقلم ويكتب وهو اصلا حبيبي عضلات ايديه ضعيفه. لازم الاول بنبتدي كده ده اسمه شغل قبل الاكاديمي وشغل تمهيدي، وده اي مدرسه او اي ام لازم تبتدي مع ابنها كده. دي نصيحه لله، دي بداية دي يعني بمعنى بدايه. أدق. اول مسكه قلم، ان هو بيتعلم اولا عضلات ايديه بتتنشط، وفي نفس الوقت ما برهقش الطفل بالكتابه، وفي نفس الوقت بعرفه انواع الخطوط. بعد كده اما باجي باخد الحروف والارقام والليدرز، بعد كده نشوف كلها. الصورة اللي بعديها دي، أعتقد دي الوصول للكنز. دكتور محمد، دي زي متاهه بقى للنسيان والتركيز، واول مسكه قلم برضه. طب ان دي هو تتعمل يا دكتور بألوان، ولا حضرتك بتستخدمي فيها بتخلي الطفل يمسك قلم رصاص ولا ألوان؟ هو بصراحه يا دكتور محمد سؤال جميل جدا. فعلا انا بخليه بيمسك قلم ماركر بتاع البورد السميك ده، ويقوم مدخل جوه المتاهه، لان الالوان بتعمل تأثر بتجذب بصري. بتندى بتعمل جذاب كمان للطفل ان هو يتواصل، عايز يكمل المشوار بتاعه. بس لو هنبدأه يا دكتور بقلم الأول مثلا بلون معين فاتح،
وبعد كده عشان الطفل لو غلط ممكن نكمل بلون تاني غامق اغمق منه عشان بحيث يعرف ان هو مشي غلط قبل كده فيمشيش انا عليه بعمل تاني. معاهم كده بصراحه، جميل الاول جدا، بنمشي بلون ولو في خطأ او حاجه نرجع ندي بلون تاني. جميل. فالطبيعي ان انا بشتغل معاه اورال قبل ما نعمل بقى نمسك القلم ونعمل بالمارك. نشوف وفي الصوره الثانيه قبل دي ايه؟ الصوره دي بردك انواع الخطوط، بردك ده كيرف لاين بيوصل، ده عن طريق توصيل بردك. في حاجه بقى بالنسبه لموضوع اول مسكه قلم وموضوع الخطوط دوت يا دكتور محمد، انا لازم امسك الطفل قلم سميك بتاع بمعنى البورد تخين تخين اللي هو يعني، العريض. العريض. ليه بقى؟ عشان يقدر يتحكم اكتر. او بجيب قلم زي كده وكوره من مطاطيه كده، بس تتقل القلم ايه شويه كده، بنحط هنا كوره وبنبتدي يكتب بيها. وفي بردك تمرينات انا بعملها حلوه قوي، ده دي ايه يا بردك دكتور؟ ده شكل بردك خطوط بس بشكل حيوان او بنجيب عروسه بيوصل بيرسم وبيمشي بس النقط. كأنه بيوصل برضه. تمام دكتور. جميل. بص يا دكتور، الحاجات دي مفيده جدا، مفيده جدا، ان هو بيتعلم مسكه القلم وبيتعلم الرسم وعضلات ايديه بتقوى. جميل. في صور تانية يا دكتور؟ ده بقى الشكل الدائري. دي كده خلاص احنا عرفنا الطفل مسكة القلم، فدلوقتي بنعلمه ان هو ازاي يقلب بنعلمه كل يمشي بقى ازاي يعمل قلبه الدايرة ايديه وازاي عشان لما يمشي يجي بالحركة. يكتب معايا بقى الحرف اللي هو القبل الاكاديمي يقدر بقى يعمل اي شكل حرف يبقى او اي حضرتك شكل بدأتي حرف. معاه بالخط المستقيم وبعد كده بالزجزاج تمام. وبعد كده اللي هو شبه الانعواج او التوصيل، بعد اللي هو كده احنا وعوضتيه بنسميه الجزئيه ديت اللي هو ده بقى الدوائر الاشكال والمربع والمثلث الهندسيه. والمستطيل. وانا بقول له اسمها، جميل يعني هو جدا. بيشتغل بقول له اسم دايره يلا، ويقوم هو راسم او كاتب الدايره. طبعا كده انا بعرفه الاشكال الهندسيه وفي نفس الوقت بيكتب وهو مستمتع مش جميل مضغوط جدا. عليه نفسيا. في صور تانية يا دكتور ولا لا خلاص؟ تقريبا كده خلاص خلصنا. دي اهم حاجه انا بحب دايما اشتغل بيها، ان هو يعرف انواع الخطوط دي جميل. مهمه جدا. مسكته قلم خلاص وحببته كمان في مسكة وحببته القلم. في مسكه القلم، لاني في 4 أو 3 أنواع لمسكه القلم. في اللي بيمسكه بالخنجرز كده، لكن الحقيقه الاصل في الكتابه اللي هم بال3 صوابع. وطبعا انا تحت امركم في اي استفسار، وسعيده جدا يا دكتور محمد ان انا كنت أهلا أسعد معاك، والله، ربنا وحلقه يجازيك خير على اللي جميله عملتيه بجد. دوت، ربنا وبجد يعزك يا بجد رب. بشكرك على فعلا على الأكاديمية ديت طبعا، وبشكر الحاج ممدوح. الحاج ممدوح لأنه هو يعني ممول للحضانة زي دي كده وبيعمل حاجة كويسة جدا ومفيدة للمجتمع. الحمد لله. هننتقل إن شاء الله بإذن الله للجزء الثاني في الغذاء. حاجة جميلة جدا إن احنا إزاي نعرف نغذي طفلنا إزاي بحاجة مفيدة، ما ندهوش الحاجه اللي هو بتضره ونقول ده اكل كويس او دي حاجه هتقويه او 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 او. لكن معانا النهارده اللي هيفيدنا اكتر دكتوره حنان حلمي، اخصائي التغذيه العلاجيه، مدرب معتمد جامعه عين شمس. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا دكتور، عامل ازاي ايه؟ حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الطريق النهارده كان صعب شويه علينا. ايوه بس الحمد لله وصلنا يعني. الحمد لله يا دكتور. الحمد لله. دكتور، الاحتياجات اللي شايفينها الغذائيه للطفل في عمر اول مسكه قلم. طبعا يا دكتور، هو عمر اول مسكه قلم اللي هو بيتراوح ما بين 3 سنين 4 سنين، صح؟ طبعا الطفل بيتميز في الفترة دي ان هو النمو بتاعه بيكون بطيء شوية، بنسميه الفترة الهادية، لان بيبقى في عمر سنة بيبقى النمو بتاعه سريع جدا، بيبدأ يقل بعد سنة، لكن بيتطور عنده حاجات تانية زي التطور الاجتماعي، التطور الوجداني، التطور العاطفي. الطفل في عمر 3 سنين أو 4 سنين ممكن يكون كان بياكل كويس قوي في الأول، وبعد كده يبدأ يقول كلمة لأ، يعني يقول على أي أكل لأ مش عايزه. الطفل في الوقت ده شهيته بتقل، ده طبيعي جدا على فكرة وعادي جدا. بنلاقي كمية أكله قلت، ده برضو طبيعي جدا وعادي جدا. بس الصح يا دكتور إن احنا نتعامل بقى إزاي مع شهيته اللي بتقل ديت، أو إزاي نتعامل مع كلمة لأ، وإيه الأكل اللي احنا نقدمه. هل يا دكتور هو يبقى رافض الأكل نفسه
ولا هو مش مستمتع بالطعم بتاع الاكل الغذاء نفسه، ولا الام مش قادره ان هو تنمي له الجزئيه بتاعه قيمه الغذاء ده؟ اوقات يا دكتور طبعا، يعني اوقات كده واوقات كده، يعني اوقات هو بينشغل في اللعب، بينشغل قدام التلفزيون، مش عايز ياكل. هو طبيعي خلاص معدته بتبقى صغيره جدا، بتاخد كميه اكل صغيره جدا طبعا، غير نحنا غير الكبار. اوقات تانية بالحواس، يعني بقيه الحواس برضو ليها دور. يعني مثلا الطفل بيرفض الاكل اللي درجه حرارته عاليه، يعني اكل سخن جدا طبيعي بيرفضه. الطفل طبعا اي حاجه سخنه بيرفضها. اوقات الطفل بيرفض الاكل نتيجه الريحه، نتيجه ريحه الاكل، مش نتيجة المذاق بقى. ده اللي انا بقصده يا دكتور، اللي هو يعني الطفل هل بيرفض الاكل نفسه بسبب ان هو مش مستطعم بيه او بريحته مش متقبلها؟ اوقات كده، اوقات دي من ضمن الاسباب اللي هو بيرفض الاكل عشان كده. طبعا المهم ان احنا نعرف نتعامل ازاي في العمر في الوقت دوت مع فقد شهيته. احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت يا دكتور عن ازاي نتعامل مع الطفل لما يكون عنده فقد شهيه. قلنا ان احنا ما نجبرهوش على الاكل. احنا الطفل معدته صغيره، مش لازم نحط له 3 وجبات رئيسية زي ما احنا بناكل، لا، نقدم له وجبات صغيرة وعدد الوجبات يكون كبير، يعني نقدم له من 6 ل7 وجبات في اليوم، لكن عدد الوجبات أو الكمية الوجبة نفسها تكون قليلة، لأن هو أصلا معدته صغيرة مش هتسع يعني كبير. يعني ما نعملش زي الأمهات، في أمهات كتير جدا بتروح مالية الطبق ولازم يخلصوا. لا طبعا مش هيخلصوا، وتقعد تكبس في بق الواد يا عيني، والواد مش قادر ياخد نفس وهو خلاص معدته ملت. مش هيخلصوا، لا لازم يكون وجبات صغيرة وعدد الوجبات كبيرة. وزي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، لازم نقعد مع الطفل على السفرة ناكل مع بعض ونشجعه. لازم نخليه هو اللي يختار، بنحط له أصناف صحية وهو اللي يختار منها. أوقات طبعا الطفل بيجي طبعا هو بيصمم على نوع واحد بس، يعني بس عليه معلش يا سوري يا دكتور، يعني أنا لو عودت طفلي من البداية على نوع معين على أكلات وأكلات تانية، أنا اللي كده اللي بخليه بيعمل اختياري. يعني مثلا في أطفال كتير جدا لما بتكبر تقول لك ما باكلش السبانخ، ما باكلش البامية، ما باكلش كذا، ليه؟ من مردود ان هو الام ما كانش بتدوقه، ومجرد ان هو اتشد منه شويه فخلاص الام بتركنه. طب وليه ما تحاولش مره واثنين وثلاثه؟ تمام، هو ده يا دكتور، ان هو اوقات بيصمم على صنف واحد، يعني هو مش عايز ياكل غيره، لا هي تبدا تقدم له الاصناف الثانيه مره واثنين وثلاثه وعشرة واثناشر مره لحد ما يبدا يتقبله. حاجه ثانيه يا دكتور، يعني مثلا هو في اطفال ما بتحبش اللحمه، ما بياكلوش اللحمه خالص، يعني مهما تحايل عليهم مهما تعمل معاهم مفيش. طيب ما انت ممكن تجرب لهم اللحمه في شكل بوفتيك تلاقيهم بياكلوها. ما بيحبوش الفراخ، بس لو جت عملتها لهم بانيه بياكلوها. يعني مثلا في اطفال ما بتحبش تشرب اللبن خالص عشان ريحته. طب لو احنا حطينا يعني رشه فانيليا صغيره، لو احنا قطعنا شريحتين موز صغيرين وحطيناهم في كوبايه اللبن هتدي طعم الموز باللبن. الطفل بيشرب اللبن، يعني حتى لما طفلي بيجي لي في العياده ما بيحبش اللبن، وببدا اتكلم معاه واقول له اعمل حط شريحتين موز في اللبن واشربه، بيجي تاني مره يقول لي انا شربت اللبن، انا بشرب اللبن. اقول له بقى اشربه مره كده ومره كده، بيشرب يعني بيستجيب. بس المهم ان احنا ما نديش الامر، يعني ما نامرش الطفل، لان هو لو اخذ امر مش هينفذ. طب هل يا دكتور الطفل لو احنا يعني اضفنا حاجه على اللبن بتفقد القيمه الغذائيه بتاعت اللبن ولا دي؟ لا يا دكتور، لا احنا بنقول شريحه موز، يعني شريحه موز صغيره. لا انا بتكلم، بس في ناس تروح جايبه مثلا شاي باللبن، شاي باللبن او بالكاكاو على اللبن او قطعه شوكليت على اللبن. لا الشاي باللبن طبعا بيفقد بس المعلومه دي ناكدها يا دكتور، ان الشاي باللبن بيفقد القيمه الغذائيه للبن. ايوه بيعمل انيميا، وبيفقد اصلا، بيخلينا نفقد الكالسيوم اللي موجود في اللبن، ما بنستفادش بيه. ولازم اصلا الطفل اللي هو صغير ما يشربش شاي باللبن خالص. زي ما قلت لحضرتك يا دكتور هيبقى وجبات صغيره. اوقات طبعا يا دكتور الطفل بيرفض الاكل امتى؟ لما بيبقى بيلعب كتير، ويجي بعد ما خلاص عمل مجهود كبير واكل كتير ولعب كتير، بنيجي نحط له الاكل مش هياكل. لا مش هياكل في الوقت ده، لازم ياخد راحه وبعدين نقدم له الاكل. طيب لازم طبعا الطفل نقدم له على الاقل حصتين او ثلاثه من الحليب، يعني كوبايتين حليب في اليوم مثلا في السن دوت، وكوبايه زبادي. طبعا لازم يبقى فيه لحمه فراخ، وطبعا مش هياكل كتير زي ما قلنا، هياكل كميه صغيره.
بدل ما نعمل له، بدل ما الطفل في الوقت ده في السن ده بيصمم ان هو ياكل الشيبسي والكاراتيه والحاجات اللي من بره، طب ليه احنا ما نكافئهوش، الام ما تكافئهوش في البيت وتعمل له مثلا كيك في البيت، تعمل له كل فتره وفتره رز بلبن، الاطفال بيحبوا الحاجات دي وفي نفس الوقت احنا عاملينها في البيت ومفيده او صحيه. نركز طبعا على الخضار، لازم ياكل من كل لون، من كل لون من الوان الخضار كل يوم. الفاكهه، ويفضل تكون الفاكهه كامله من غير عصاير ومن غير اضافه سكر. نركز على المكسرات، نركز على الفول السوداني، نركز على الفشار، نركز على الاكل اللي فيه حديد، ده مهم جدا 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 للتطور الذهني والعقلي وعشان ما يحصلوش اي مضاعفات. الاكلات اللي فيها حديد قلناها قبل كده، الكبده، العدس، الفاصوليا، صفار البيض، الجرجير فيه نسبه حديد عاليه، الاستبانخ، الملوخيه الخضراء فيها نسبه حديد، كل الاكلات، التفاح فيه نسبه حديد قليله، ماشي ما فيش مشكله. كل الاكلات اللي فيها حديد نركز عليها في السن ده. ولازم زي ما قلنا الخضار والفاكهه والبروتين، الحبوب الكامله، يعني نديله كويس قوي اللي انت بتقوليه، الخضروات والفواكه الحبوب الكامله، ايوه الحبوب الكامله، الدقيق، الدقيق الاسمر برضو، مش لازم نركز على الحاجات المقليات الكتير والبطاطس المحمره والحاجات دي كلها، دي بتسبب سمنه وبتسبب مشاكل تانية فيما بعد، لان طبعا في اطفال بتبقى نشاطهم قليل، ما مش بيلعبوا يتنططوا كتير، بيبقى نشاطهم قليل ومجهودهم قليل، ده طبعا بيسبب لهم السمنه وبيسبب لهم مشاكل تانية. دي من ضمن امراض سوء التغذيه يا دكتور. طبعا هو في طبعا العادات الغذائيه، في عادات غذائيه يا دكتور، عادات غذائيه خاطئه طبعا في السن في الوقت دوت بيعملوها الاباء والامهات مع الاطفال. يعني مثلا بيستبدلوا الميه وبيستبدلوا العصير المعلب اللي مليان سكر بالميه والحليب، بدل ما يدوا الولاد ميه يشربوا ميه وحليب، لا بيدوا لهم عصاير. طبعا كميه العصاير الكتير دي. هنستاذنك يا دكتور حنان، معلش على قطع حديث حضرتك، هناخد فاصل بسيط ونرجع تاني ان شاء الله ليكم. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل مع الحديث الشيق، الحوار الممتع مع الدكتوره حنان، استكمالا للتغذيه العلاجيه. اتفضل يا دكتور. طبعا يا دكتور زي ما قلنا بيستبدلوا الميه والحليب، بيدوا الاطفال بدلهم العصاير المعلبه، دي طبعا دي مليانه سكر، بتاثر على وزنهم، بتاثر على تركيزهم، بتاثر على جهازهم الهضمي، بتسبب بكتر العصاير دي بتسبب اسهال مزمن. تاني حاجه السكريات الكتير والحاجات المسكره والحلويات دي بتسحب الكالسيوم من العظام، وده هم طبعا في سن نمو العظام بتاعهم محتاجين نسبه كميه كالسيوم عاليه جدا، فده طبعا دي بتضرهم مش بتفيدهم. الحاجه الثانيه ان الشاي، الطفل بيبدا عند سن سنتين وثلاث سنين واربع سنين عايز يشرب شاي ويدوق شاي، بتبدا الام او الاب بيدوله شاي. طبعا الشاي بيأثر على الحديد، بيأثر على امتصاص الحديد وبيأثر على امتصاص الكالسيوم، وده طبعا حاجة سلبية لصحتهم. طبعا دي عادة غذائية خاطئة لازم المفروض نمنعها تماما. تالت حاجة أو آخر حاجة وجبة الفطار. وجبة الفطار بقى سواء الطفل رايح المدرسة أو رايح الحضانة، لو تفوتت طبعا دي بتأثر على معدل ذكائهم وبتأثر على تركيزهم وبتأثر عليهم، يعني لازم وجبة الفطار دي ما تتفوتش أبدا سواء للطفل هو رايح الحضانة أو رايح المدرسة. جميل جدا يا دكتور. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا في الجزئيه بتاعه الامراض اللي هي السمنه اللي هي بتعمل مشكله في الاطفال في سوء التغذيه من السن ده، نبدا من امتى من السن بالظبط ان احنا نعالج الطفل غذائيا؟ هو يا دكتور طبعا في السن ده لازم اصلا ان احنا في السن ده نعود الاطفال
على النظام الغذائي الصحي. من سن كام يا دكتور؟ طبعا من اول من ممكن من سن سنتين يا دكتور. جميل جدا. من اول ما هو يبدا بقى يفهم يعني بعد الفطام بتاع الرضاعه. يبدا يفهم لا يعني نعوده بقى على السلوك الغذائي الصحي. ده الاصناف المفيده، ونبدا نستبعد الحاجات الضاره او الحاجات اللي بتضره، لان طبعا حضرتك هو الاطفال هم اكتر فئه بتتعرض لسوء التغذيه، وسوء التغذيه طبعا بيأثر على النمو الجسماني والنمو البدني والحركي واللغوي والتركيز والذكاء، وبيأثر على كل حاجه. طبعا اول حاجه من المشاكل اللي بتحصل لهم، مشاكل سوء التغذيه اللي بتحصل لهم، السمنه. احنا قلنا نتيجه ان اوقات من ضمن الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها كويس قوي، ان الطفل ما ياكلش قدام التلفزيون. يعني ما يتفرجش على التلفزيون وما ياكلش. ما ياكلش وهو قاعد بيتفرج على التلفزيون، لان ده بيخليه ياكل كميات كبيره جدا من غير ما يحس. ما ناكلهوش طبعا السكريات والحاجات المسكره كتير والحاجات المحمره والحاجات المقليه والمسبكات والحاجات دي والاطعمه الدسمه، كل ده يا دكتور طبعا بيأثر عليه وبيأثر على وزنه، وخصوصا كمان لو قلنا زي ما قلنا لو كان الطفل حركته قليله. تاني حاجه نقص الحديد. طبعا احنا قلنا الحديد مهم ليه جدا جدا في السن دوت، للنمو الذهني والتركيز، وكمان عشان ما يحصلهوش انيميا. بنلاقي طبعا في السن دوت الطفل من ضمن الحاجات من ضمن اسباب ان الاكل بيرفض الطفل، نبص نلاقي الطفل بيقول انا بطني وجعاني، كل شويه يقول انا بطني وجعاني، او بعد ما ياكل مش عايز ياكل لان بطنه بتوجعه بعد ما ياكل. بيبقى في اسباب تانية، بيبقى عنده مثلا ديدان في بطنه، لو عملنا له تحاليل زي تحليل ستول هنلاقيه عنده ديدان في بطنه، هنلاقي عنده الانتبيبه هيستولوتيكا الطفيليات، هنلاقي عنده الحاجات دي بتاثر عليه طبعا، بتاكل اكله ده لو اكل، وفي نفس الوقت كمان هي بتسد شهيته وبتخليه مش قادر ياكل، وكل ما ياكل بطنه توجعه. طبعا من ضمن الحاجات اللي بتصيبهم تسوس الاسنان نتيجه الحلويات الكتير كلنا اطفال واكبر بناكل حلويات نتيجه الحلويات الكتير اللي هو بياكلها، وزي ما قلنا الحلويات والسكريات دي بتسحب اصلا الكالسيوم من العظام ومن الاسنان، وبتاثر طبعا على اسنانهم، وهم طبعا في الفتره دي محتاجين يكملوا الاسنان اللبنيه بتاعتهم، فطبعا كل ده بياثر عليهم. طبعا الاطفال اللي بيبقى عندهم حساسيه من انواع معينه من الاكل بنبعد عنهم الحساسيه. جميل يا دكتور. يعني في النظام الغذائي دوت في كوميونيكيشن بينك وبين تواصل ما بينك وما بين معلمات رياض الاطفال، ان هم يعملوا سلوك وتغذيه سليمه للطفل. يعني حضرتك بتدي تعليمات او رياض الاطفال، معلمات رياض الاطفال بياخدوا السلوك الغذائي الصحيح؟ بص يا دكتور، هو الطفل طبعا في الحضانه بيقعد وقت طويل جدا، وتعتبر معلمه رياض الاطفال هي تاني اهم او الدور الاهم التاني زي ما بيقولوا كده في حياه الطفل بعد الام. يعني هو بيتأثر بيها جدا، بيتأثر بالكلام اللي هي بتقوله، بيتأثر بمعلوماتها. يعني طبعا لازم يكون عندهم معلمات رياض الأطفال بقى، أو سواء في الحضانات العادية أو في المدرسة أو في أي رياض أطفال. طبعا لازم تكون في عند المعلمات إن هو وعي بالغذاء الصحي، وان هي تبدا تعدل لهم السلوك الغذائي بتاعهم. يعني هي دلوقتي لو جت النهارده قالت لهم الخيار يا اولاد مفيد جدا واحنا هناكل خيار، وطلعوا كلهم قعدوا ياكلوا خيار، ده انت بقى يا رانيا في الحضانه عندك في الغذاء الغذائيه دي فعلا. بنعمل يوم بيبقى يوم للخضار، يوم للفاكهه، وبيبقى في ممنوع ومسموح على فكره في الاكاديميه عندي او في الحضانه. بقول للام تجيب ثمره خضار او فاكهه ده يوميا، وممنوع دخول اي شيبسي اي مواد حافظه. العصير بيكون بيجيبوه فريش، بيكون في علبه، وده فعلا انا ببقى مسؤوله منه. واول لما الطفل عندي بيخش في الحضانه اول حاجه بنعملها بيبقى فيه فطار جماعي، لان ده بيحفز الطفل جدا يا دكتور حنان ان هو ياكل، بيتشجع. ويوم نعمل فشار، ويوم نعمل وشرط اساس الخضار والفاكهه. تمام يا دكتور. لازم طبعا الطفل سواء في الحضانه او في المدرسه هو بيتاثر بمعلمه جدا، بيتاثر بالمدرس بتاعه، بياخده قدوه. هو شايف القدوه قدامه المعلم، هو بيتاثر بيه جدا. الحاجه اللي هيقول له عليها اعملها بيرجع فعلا البيت وبينفذها، بيرجع في البيت وينفذها ويعملها. فلازم يكون طبعا في توعيه غذائيه في المدارس وفي الحضانات وفي كل مكان عشان نهتم جدا بصحه اطفالنا. طبعا
جميل جدا، اللقاء ممتع جدا يا دكتور، وحديث لم ينتهي بصراحه. عايزين حلقات وحلقات عشان نكمل في الجزئيه بتاعت الغذاء، وسواء السلوك او الطفل في الغذاء الغذائي في الحضانات وفي البيت كمان. طبعا النهارده المفاجاه بتاعت حلقتنا ضيفه كلنا متشوقين للحديث الخاص بيها، الدكتوره شيماء صبحي، اخصائي صحه وسلامه الغذاء والتصنيع الغذائي. انا صباح الخير يا دكتور بيك. صباح الخير، اهلا بحضرتك معانا. صباح الخير. صباح النور. انا عارف المشوار بتاع حضرتك كان طويل شويه من السفر. شويه بس ربنا يقويك يا رب يا دكتور. دكتور يعني ايه معنى السلامه الغذائيه بمعنى ادق؟ عشان في كتير ناس جدا كتير جدا في البيوت ما تعرفش يعني ايه، يعني ايه سلامه الغذاء؟ ما انا عارفه ان انا ازاي اخزن الاكل بتاعي في الثلاجه، ازاي احط في الفريزر والكلام ده كله. ايه الاكلات اللي هي ممكن يعني بمعنى ادق تتحط في الثلاجه وفي اكلات ثانيه ما تتحطش في الثلاجه؟ بص، هو سلامه الغذاء ديت عباره عن مجموعه من الاجراءات انا بعملها عشان خاطر اوصل بالغذاء بتاعي انه يبقى غذاء امن، بغض النظر عن كونه صحي او لا، لكن اوصل بيه ان هو يكون امن غير ممرض، يعني غير مسبب للامراض. لان الغذاء عالميا ثبت عالميا ان الغذاء هو احد اهم الاسباب المسببه للامراض او ناقله للبكتيريا والفيروسات. واحنا في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي في الكوفيد 19، الغذاء سبيل قوي جدا ان هو ينقل لي المرض حتى الاشخاص سليمه، ان انا ممكن اجيبه من السوق ويسبب لي المرض. ده لو في حاله ان هو غير صحي نفسه ولا لا؟ في فرق. سلامه الغذاء نفسها، لا في فرق دايما بين احنا بنقول في فود، في اكل في سلامه الغذاء اللي هي الفود سيفتي. احنا بنقول ان مش كل الاكل الصحي بيبقى امن، ومش كل الاكل الامن بيبقى صحي. تمام. بمعنى ان انا مثلا لو انا عندي ممكن الاكل الصحي الخضار والفواكه، دي اكل صحي تماما وهيلثي ومفيد جدا للجسم، لكن ممكن يبقى ملوث كيميائيا، فهنا هو ما اصبحش مش اورجانيك، يعني مش اورجانيك، او هو اصبح غير امن على الصحه، لان لو كلته همرض او هينتقل المرض بشكل ما. احنا فعلا بنجيب الاكل من الاسواق والكلام ده كله بنغسلها في البيت، ما هي ممكن برضو وانا بغسله في البيت، لان في الفتره تنتقل العدوى تنتقل العدوى ليا. او في حاجه تانية، في ناس مثلا بتيجي تغسل الخضار تقوم تغسله مثلا بالصابون. طب دي مفاجاه بقى اللي انا بقول عليها مع الدكتوره شيماء، ان هي تقول لنا ازاي بقى نخلص الخضروات والفواكه من البكتيريا، او نخليه ازاي امن بالطريقه اللي هتقولها لنا الدكتور. احنا طبعا لازم نتفق في سلامه الغذاء بتاعتني او بتختص ان انا اتخلص من المخاطر الخمسه المحيطه بالغذاء، او ان انا اوصل بغذاء امن للمستهلك او للطفل او للكبير او اللي هياكله. فانا عندي الخضار لو انا جبته فلازم انقعه في ميه لمده حوالي من 5 ل 10 دقائق، وبعدين اغسله كويس، وبعدين اضيف له خل. طبعا نقع الخضار في الخل ما بزودوش عن 5 دقائق عشان ما يفقدش يا دكتور القيمه الغذائيه بتاعته، وما يفقدش جودته من خلال الطعم، لان الجوده حاجه. انا برضو عايزين الاثنين، احافظ عليه جوده وغذائي. ما هو بص هقول لحضرتك حاجه، لو الاثنين مش بيكتموا مع بعض قوي، صعب انك انت يعني ايه توصل لهم الاثنين مع بعض. فانا بوصل للمرحله الوسطيه، ان انا مثلا انقع 5 دقائق في الخل واشيله عشان خاطر ما اغيرش طعمه او اغير من جودته. في عندي 5 انواع من المخاطر اللي بتبقى محيطه بالغذاء اول ما بجيبه. اول حاجه او الخطر الكبير جدا هو الخطر البكتيري. الخطر البكتيري ده بيبقى جاي على يعني انا بجيب الغذاء بتاعي سواء لحوم او خضروات او ايا كان نوعها، ممكن تبقى محمله بحمل ميكروبي عالي او غير عالي، يعني حمل ميكروبي من الاكياس، من اللي بينقل نفسه، من الشخص اللي اتعامل معاها قبل مني، فده بيجيب لي انا حمل ميكروبي. فالخضار انا هغسله. اما الحاجات التانيه اللحوم مثلا احفظها مجمده. وفي معلومه مهمه جدا، ان حفظ الخضار حفظ الاغذيه مجمده ما بيقضيش على البكتيريا. الناس فاكره ان انا لما بحط اللحوم او الحاجه في التجميد ان انا بقضي على البكتيريا، لا، انا بوقف نشاطها فقط، بجمدها بمعنى ده. بجمدها عندي، يعني زي مثلا انا بادئ ب 1000 خليه، هيفضلوا 1000. فعشان كده بنقول لما نيجي في البيت بقى احنا هنعمل تسييح للاكل ده، لازم اسيحه في الثلاجه.
بمعنى احطه على رف التلاجة، بمعنى ان انا ما احطوش بره التلاجة واخليه يفك او ان هو يسيح ينزل التلج بتاعه، لا انا يا اخده على الطبخ مباشرة وهو مجمد، يا اما احطه في التلاجة على الرف التحتاني. تقصدي حضرتك اطلعه من الفريزر واحطه على التلاجة الرف العادي، الرف الاخير. ولازم يكون في الرف الاخير تحت، عشان هو اصلا هاي ريسك فود، يعني اكل او غذاء الخطوره بتاعته عاليه لانه ني، خصوصا اللحوم. فما ينفعش احطها فوق الاكل، يعني احطها في الرف اللي فوق اللي هو اصلا في اكل، حاجات انا ممكن اكلها على طول زي الجبن زي الخضروات دي سهل، دي جاهزه للطعام، ما ينفعش احط فيها حمل ميكروبي من فوق، لازم احطها تحت. في كمان حاجه اللي هي المخاطر الكيميائيه، المخاطر الكيميائيه دي زي ما قلنا المواد الكيميائيه المحيطه بالغذاء، سواء هو جاي من الحقل مثلا ملوث تماما، او ان انا في البيت زي ما قلنا اغسله بالصابون، وزي ما احنا قلنا في الكورونا في الكوفيد 19 الناس، انا سمعت ان يعني الناس قالوا لي احنا بنحط كلور في ميه في ميه غسيل الخضار. يا جماعه الكلور ماده سامه، الكلور مش ماده مش ماده صحيه، دي ماده سامه، ما ينفعش. هي الميه اصلا معالجه بالكلور، الميه اللي بتنزل احنا فيها معالجه بالكلور، فمفيش معنى ابدا ان انا احط كلور تاني جوه الميه اللي انا هغسل بيها الخضار اللي انا هاكله، ما هو ده هينتقل جواه. فهنا على الرغم من كون الخضار ده صحي لانه اصبح غير امن. في بعد كده خطر، هو مش احنا مش بنقول عليه خطر، لكن ممكن هو الخطر البيئي. لا هو مش بيئي، هو الحساسيه ضد انواع معينه من الاكل. ايوه ده في ناس معينين لو اكلوا اكل معين بيمرضوا، ده برضو احنا هنا، فاحنا هنا بنقول ان الغذاء بتاعهم غير امن. هنا خرجنا بالغذاء من كونه هو صحي بس بالنسبه لهم غير امن، يعني ما اجيبش طفل مثلا عنده انيميا البقول تمام واديله بينات باتر او باتر بينات، ما ادلوش زبده فول سوداني، هيقع من هيمرض في ساعتها على طول. ليه؟ لان هي اصلا غير مناسبه ليه، فلازم اديله الحقيقه، لازم ابقى عارف زي الاطفال اللي عندهم انيميا الفول، زي الاطفال اللي عندهم انيميا الفول ما بياخدوش اي حاجه ذات فلقتين خالص، على الرغم انها صحيا لازم ياخدوها، بس هم لو خدوها هيمرضوا، دي احنا بنسميها حساسيه الغذاء. فالانسان اللي بياخد غذاء هو عنده ضده حساسيه بيصبح الغذاء ده بالنسبه له غير امن. فسلامه الغذاء مش بتعني بس بان انا ازيل المخاطر او ان الشخص ياكل اكل بس سليم، لا لازم برضو يكون سليم بالنسبه له، ما يسببلوش هو مرض، يعني ما يبقاش هو نفسه لو اكله هيمرض على الرغم من ان هو صحي. في ناس للاسف ان هم حتى لو عارفين ان الحاجه دي هتتعمل بياكلوها يقول لك مش مشكله انا نفسي فيها، هو ده بيبقى مشكله اكبر. لا بس الشخص اللي بيبقى عارف هو اصلا عنده القدره على ده ولا لا، يعني مثلا انا يعني ايه، انا واحد عارف ان انا عندي حساسيه جلوتين، اكيد مش هاكل منتجات مخابز فيها جلوتين، لازم هاكل منتجات مخابز فيه جلوتين خاليه من الجلوتين، مش هينفع لان انا هتعمل لي انا حساسيه وهتعمل لي مشاكل صحيه ثانيه لو انا ما كنتش كلتها كان اوفر لي في العلاج يعني. فدي دول دي المخاطر اللي احنا بنعتبرها الاهم في البيت، او ان انا يعني لازم اخد بالي منها لما اجي يعني لما اجي احافظ على او احد من تلوث الغذاء داخل بيتي وفي وسط اولادي وفي وسط. احنا مش بنتكلم على مستوى المصنعي، احنا بنتكلم على مستوى البيت. لا مستوى المصنعي زي ما حضرتك ما بتقولي ان هو عنده منظومه اساسا، هي عنده منظومه دي الفود سيفتي دلوقتي، هي السياسه او بوليسي ماشيه في العالم كله بتطبق من اول ما الغذاء بيطلع من المزرعه لحد ما بيوصل على السفره، لغايه ما بيوصل للبكل بكل حاجه، من المصنع للي بينقل اللي بيصنع للي حتى لحد ما انا بحطه قدامي. في حاجات معينه برضو انا بعملها عشان خاطر احد من ان الغذاء بتاعي يفسد او يبقى غير صحي او غير امن. فعلا في حاجات كتير ناس جدا بتحط الخضروات تيجي مثلا بعديها بيومين او حاجه تلاقي ضربت او باظت. دي لو الخضروات حصل لها كده انا برميها. طب انا ازاي اخزنها يا دكتور بقى لو انا عايزه احفظها اكتر وقت ممكن؟ بمعنى هو ده احسن درجه حراره بحفظ عليها الاكل من غير يعني بالتبريد يبقى سالب يبقى اقل من 5 اللي هي درجه حراره الثلاجه. تمام. لو انا يا اما اسوي الاكل يا اما احفظه مسخن فوق ال 63 درجه مئوي. يا كده مفيش يعني المرحله اللي في النص. لا المرحله اللي في النص دي اللي هي ايه، اللي هي الدانجر زون او المنطقه الخطر اللي البكتيريا بتنمو فيها. وكل حاجه لها عمر، يعني الخضار هيقعد مثلا في الثلاجه اسبوع، لو انا في بطلعه لقيت فيه حاجات باظت دي برميها. ايه الاخطار يا دكتور اللي هي الاخطار المحيطه بالغذاء وسلامه الغذاء نفسه؟ الجزئيه ديت ازاي نعملها؟
ما احنا قلنا احنا عندنا انواع المخاطر اللي احنا قلنا الكيميائيه والميكروبيه، وفي عندنا الحساسيه، وفي عندي نوع تاني اللي هو ايه المخاطر الفيزيائيه. زي ايه؟ زي مثلا انا بعمل الاكل وقع مثلا دبوس، اللي هي الحاجات الملموسه. سوري معلش تاني. الحاجات الملموسه، الحاجات اللي هي مش غذائيه، المواد اللي مش غذائيه اللي بقاها في الاكل. يعني كان زمان يقول لك ايه، عايز تعرف اكل البيت لازم تلاقي فيه شعر مثلا. دي حقيقه ماشي. فاحنا في سلامه الغذاء بنعني دايما ان احنا نتخلص من الحاجات دي، لان دي ما دي يعني ايه، مش بس ممكن حد ياكلها تقف له مشكله، تعمل له مشكله، تعمل له مشكله صحيه. فانا دي المخاطر اللي هي الكيميائيه والميكروبيه، سوري الكيميائيه والميكروبيه ومسببات الحساسيه والاخطار الفيزيائيه. في عندي حاجه تانية، يعني ايه، انا لما باجي انا عايز احد من المخاطر دي، احد منها ازاي؟ احد منها باكتر من طريقه. اول حاجه بتبتدي من وانا بشتري المنتج الغذائي بتاعي، لازم اتابع فتره صلاحيته كويس، ابص عليه ودايما افرق ما بين ان هو يستخدم قبل، في دايما المنتج الغذائي ما بجيبه مكتوب عليه يوزد بيفور، تمام، وفي مكتوب عليه ان هو يعني مكتوب ان هو يستخدم قبل، وفي لا يستخدم بعد. اللي يستخدم قبل ده مش لو استخدمته بعد مفيش فيه مشكله خالص. ليه؟ لان هو بيبقى بس كل ما حصل ان هو بيفقد جزء من جودته، يعني مش لما يبقاش اكسبايرد، يعني ممكن مثلا ايه طعمه اتغير، او بيحصل فيه انخفاض في جوده الماده الغذائيه نفسها، انخفاض بسيط في جوده الماده الغذائيه. اما لما يقولك لا يستخدم بعد، ده خلاص انا ما بستخدموش. ده بقى اللي هو اكسبايرد، اللي هي الاغذيه اللي هي بتبقى بيرشيبل، احنا بنقول عليها اللي هي الايه، اغذيه سريعه الفساد زي اللحوم، ما تستخدمش بعد كذا يبقى خلاص ما تستخدمش، لانها خلاص بتبقى فسدت. جميل جدا يا دكتور. في عايزين نعمل حاجه تطبيق السلامه الغذائي، ان احنا نحد من الاصابه بفيروس كورونا. هل في حاجه زي كده متوفره في الامن الغذائي ولا الوضع ايه؟ لا، هو انا عشان انا بتكلم عليها في البيت، فانا لازم اول ما بجيب الماده الغذائيه بتاعتي، لازم الاول ان انا بتخلص من كل الاكياس اللي فيها، اللي انا كنت حطاها فيها، بتخلص منها تماما، عشان هي اصلا ماده سبب، يعني ممكن تبقى ناقله للبكتيريا او للفيروسات. تاني حاجه بعمل لها عمليه غسيل، بحفظها مغسول، يعني الخضار بغسله وزي ما قلنا بننقعه في خل عشان يبقى كويس. اللحوم بجمدها على طول، بحطها على فتره على درجه حراره التجميد. في حاجه مهمه جدا 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 الناس يعني في البيت يا ريت احنا نعملها، لانها بتنقل البكتيريا بشكل غير طبيعي، اللي هي الكاتنج بورد او القرمه اللي انا بقطع عليها الغذاء بتاعي. اللي بستخدمها للحوم لا يمكن ان انا استخدمها للخضار خالص، لازم يبقى عندي اتنين، واحده استخدمها للخضار والاغذيه السريعه، الاغذيه اللي انا هاكلها، يعني ما استخدمش الاتنين في دي لحوم وخضار في نفس الوقت. لا لا، دي حاجه ودي حاجه، لان اللحوم والدواجن من اكتر المواد الغذائيه الناقله للبكتيريا الممرضه، فلازم انا يعني لازم افصلهم الاتنين عن بعض، ما ينفعش استخدمهم الاثنين مع بعض في قرمه واحده. احنا هيئه سلامه الغذاء المصريه والامريكيه وكده قال لك احنا ايه، بالنسبه للمطاعم وبالنسبه للاماكن اللي بتقدم خدمات غذائيه، قسموها عشان ما يحصلش لخبطه، فقسموها الوان. الاحمر بستخدمه للحوم النيه، والاصفر بستخدمه للدواجن النيه، والازرق بستخدمه للاسماك النيه برضو. الاغذيه اللي انا بقى هاكلها اللي هي الهاي ريسك اللي هي جاهزه للاكل دي، بستخدمها القرمه بتاعتها بتبقى بني، لونها بني. اما الالبان والمخبوزات بتبقى بيضه، والخضروات بتبقى خضره، وبتبقى السكاكين بتاعتهم بنفس الالوان عشان ما يحصلش لخبطه في التعامل. فاحنا في البيت طبعا مش هنجيب الخمس الوان خالص، فاحنا بنقول احنا بنستخدم واحده للخضروات والاكل اللي انا هاكله مباشره، وواحده للحوم، دي غير دي. واللي بتاعت اللحوم يفضل ان انا بعد ما اخلص بغسلها برضو بالخل، يعني بغسلها وبنضفها وبعملها بالخل. ويا ريت يعني ايه نستغنى عن المعالق الخشب، اي الادوات الخشبيه دي نحاول نستغنى عنها في المطبخ. ميرسي جدا يا دكتور على المعلومات المفيده جدا. بشكر الدكتوره رانيا مصطفى على المعلومات الجميله بتاعت السلوكي، بشكر الدكتوره حنان حلمي، بشكرك دكتوره شيماء وشرفتينا في الحلقه. طبعا منتظرين حضرتكم ان شاء الله باذن الله في الحلقات الجديده بالميعاد الجديد بعون ربنا، ان شاء الله هنبلغ حضراتكم بيها. سعدنا بلقائكم، دمتم في رعايه الله وامنه.
تعلن إدارة قناة الصحة والجمال للسادة المشاهدين بأنه قد قامت بتغيير ترددها الحالي إلى تردد 11833 عمودي. لذا ننوه عناية سيادتكم بضبط أجهزتكم من اليوم على التردد الجديد، مع تمنياتنا لكم مشاهدة ممتعة. تعلن إدارة قناة الصحة والجمال للسادة المشاهدين بأنه قد قامت بتغيير ترددها الحالي إلى تردد 11833 عمودي. لذا ننوه عناية سيادتكم بضبط أجهزتكم من اليوم.